أهلا بيكم. النهاردة معانا مقارنة قوية جدا ومهمة جدا بين نوعين سمارت مالتي ميتر من شركة يونيتي، يو تي 121 بي ويو تي 122. فلو أنت محتاج جهاز في رينج 1000 جنيه، يزيد أو يقل 100 أو 200 جنيه، فالفيديو النهاردة ليك. فلو أنت مقدم على شراء مالتي ميتر، شوف فيديو النهاردة واحكم بنفسك هتشتري حاجة سمارت ولا ديجيتال، ولو هتشتري سمارت هتشتري ال 121 ولا ال 122. تابعونا بعد الفاصل. اولا تعالوا نتعرف على الامكانيات وكل حاجة مكتوبة من الخلف. اولا الجهاز اللي معانا ال 121 في منه اصدارين، اصدار 121 A واصدار 121 B، والاصدار التاني اللي معانا 122 ده موديل مختلف تماما. فهنشوف الامكانيات وهنقول ليه ما جبناش ال 21 ايه. اولا بالنسبه لي الدي سي فولتج او الجهد المستمر، ال 21 ايه 600 فولت، ال 21 بي 1000 فولت، وال 22 600 فولت. بالنسبه لي الاي سي فولتج او التيار المتردد 600 فولت ال 21 A، 750 فولت 21 B، و 600 فولت ال 122. اذا في الجهد الدي سي والاي سي يتفوق ال 121 B. ثالث قياس معانا وهو فريكونسي او التردد. ال 21 A ما فيهوش قياس تردد، ال 21 B في قياس تردد حتى 10 ميجا هرتز، بالنسبه لل 22 10 ميجا هرتز. اذا ال 21 ايه ما بيقيس التردد. الريزيستنس او المقاومه، قياس المقاومه حتى 10 ميجا اوم في ال 21 ايه. ال 21 بي 60 ميجا اوم، ال 22 60 ميجا اوم. بالنسبه للكاباسيتنس او قياس المكثفات، ال 21 ايه ما بيقيس مكثفات، وطبعا ده عيب خطير لان قياس المكثفات قياس مهم جدا. ال 21 بي في قياس المكثفات حتى 60 ملي فراد او 60000 مايكرو فراد، وبالنسبه لل 22 حتى 99 ملي فراد او 99000 مايكرو فراد. بالنسبه للتمبريتشر او قياس درجه الحراره، ال 21 اي ما فيهوش قياس درجه حراره، ولكن ال 21 بي في درجه حراره حتى 1000 درجه سليزيوس، وبالنسبة لل 22 أيضا حتى 1000 درجة سليزيوس. بالنسبة لل 22 اللي هو الجهاز ده، في قياس النسبة المئوية للديوتي سايكل أو عرض الموجة، ودي مش موجودة في ال 21 عامة A أو B، لذلك هنا مش مكتوبة. طيب ال NCV أو الإلكتريك فيلد أو استشعار التيار عن بعد موجود في ال 21 A وفي ال 21 B وفي ال 22. قياس اللايف تيست او قياس اللايف من النيوترال موجود في ال 21 A وموجود في ال 21 B وموجود في ال 22. طبعا هنا مش كاتب الدايود لان طبيعي المالتيميتر، اي مالتيميتر ترافي هيكون فيه الدايود، ولكن هنا جايبينه لان ال 21 A ما فيهوش قياس دايود، ولكن ال 21 B في قياس الدايود. دلوقتي عرفنا الامكانيات بشكل سريع ونظري، تعالوا نشوف مع بعض محتوى كل علبة. هنا ال 21 وهنا ال 22، وطبعا قلنا ده البي مش الاي. الاي ما انصحش حد يجيبه الا اذا كنت مش محتاج قياس الدايود، مش محتاج قياس المكثفات، مش محتاج قياس درجات الحرارة، مش محتاج قياس التردد اخر حاجة. طبعا ده هيفرق في السعر، ولكن احنا جايبين الحاجة اللي تشتغل معاك شغل احترافي. ال 21 بي زي ما حضراتكم شايفين ده كتيب شرح، وفيديو النهارده ان شاء الله هيساعدك في استخدام الجهاز بشكل صحيح. دي البوكس او الشنطه بتاعت الجهاز، طبعا مفيده في حمايه الجهاز وخصوصا ان شاشته كبيره. ده الجهاز اللي معانا، ده شكل الجهاز يعني تقريبا قد موبايل. البادي الخارجي بلاستيك، وهنا في مكان بطاريتين تريبل ايه 1.5 فولت للبطارية، ومعانا بروب المالتيميتر. طبعا بروب شركة يونيتي يعني اعلى من المتوسط، والسيرمو كيبل او كابل قياس درجات الحرارة.
اذا معانا الجهاز هنركب فيه البطاريات. الجهاز اشتغل اهو كده، الجهاز بتاعنا جاهز. هنطفي الجهاز مؤقتا. تعالوا مع بعض نشوف الجهاز التاني 122. نفس الشنطة تقريبا، ده الجهاز. هنا في بعض الأزرار برسات، هنا الأزرار من الجنب، وده شكل الجهاز برضو، شكله أو حجمه زي الموبايل. والبادي الخارجي فيه كفر من الرابر، يختلف عن 121. ده كده البادي بلاستيك، وهنا البادي بلاستيك ولكن عليه كفر حماية، وده طبعا مهم جدا للأنواع دي لأن الشاشة كبيرة هنا، فمهم جدا للحماية. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل الجهازين. هنا الأزرار من أعلى، مفيش أي أزرار من الجنب، كل الأزرار من هنا. زي ما حضراتكم شايفين هنا في بعض الأزرار المانيوال، علامة الصافرة والمقاومة والدايود والمكثف، وهنا زرار سيلكت، وهنا من فوق في زرار هولد وإضاءة الشاشة والباور وكشاف. طبعا هنا في كشاف وهنا في كشاف، بيوفر لك الحد الأدنى من الإضاءة اللي ممكن تستخدمها لو الكهرباء قطعة وعندك شغل في الأسلاك، فبتوفر لك إضاءة بسيطة كده للشغل. تعالوا مع بعض نشوف المحتويات اللي جاية مع الجهاز الـ 22. كابل شحن تايب سي، هي المشكلة انك لازم تشيل الكفر عشان تشحن التايب سي. ممكن يكون ده بسبب مرات الشحن بتكون قليلة، ممكن تشحن كل شهر كل شهرين، فهو كده بيحميه من الأتربة. ده كابل الشحن، وطبعا مش جاي معاه شاحن، بتستخدم شاحن هاتف او اي منفذ يو اس بي في كمبيوتر او لابتوب. وكابلات السيرمو كيبل او كابل درجات الحرارة. اذا كده الجهازين معانا جاهزين للاستخدام. نوصل الكابلات، وصلنا الكابلات. تعالوا مع بعض نشغل الباور. هنا هنشغل الباور، طبعا في ريلهات جوه الجهاز عشان بتغير من قياس لاخر اوتوماتيك. العلامة دي علامة تايمر، الجهاز بيطفي بعد 10 دقائق او ربع ساعة، فممكن نلغي العلامة دي. الضغط على سيلكت مع الضغط على زرار الباور بالشكل ده، كده الجهاز اشتغل، وخاصية اوتو تيرن اوف كده مش شغالة. كذلك الجهاز التاني هنشغل من هنا، برضو التايمر شغال، اوتو باور اوف مع زرار الباور، هندوس على زرار الهولد بالشكل ده. كده اشتغل وعلامة الاوتو باور اوف مش شغال. طيب الجهازين جاهزين للعمل، وهنا وضع الاوتو وهنا درجات الحرارة. طبعا بيتأثر بدرجة حرارة البوردة نفسها، البوردة هنا ممكن تكون بتسخن اكتر من هنا او بمسكة الايد، فكل ده بيأثر على درجة الحرارة. يعني درجة الحرارة دي هي درجة حرارة الجهاز او درجة حرارة الغرفة. طيب في البرايتنس او اضاءة الشاشة نغيرها من زرار الباور بالشكل ده، هتتغير إضاءة الشاشة. كده زودنا إضاءة الشاشة، ضغطة تاني سريعة على زرار الباور بتنخفض إضاءة الشاشة. فلو أنت شغال في مكان معتم مفيش حاجة لزيادة الإضاءة عشان توفر البطارية. كده إضاءة قوية، كده إضاءة منخفضة، هو بيشتغل على الإضاءة المنخفضة كديفولت. كذلك الجهاز التاني من زرار الهولد، ضغطة مستمرة الإضاءة انخفضت، نزود الإضاءة، كده زودنا الإضاءة. والهولد ضغطة سريعة على زرار الهولد، تظهر علامة الهولد هنا،
تثبيت قراءة الشاشة. طيب بالنسبة للكشاف، زرار الباور هنا لو دوسنا عليه ضغطة سريعة هيشتغل الكشاف. كده الكشاف اشتغل. الجهاز التاني هنا زرار الهولد، كده الهولد، ولو ضغطة مستمرة هيشتغل الكشاف. زي ما حضراتكم شايفين هنطفي الإضاءة ونشوف إضاءة الكشافات دي. إضاءة مقبولة، هتوضح لك أي أسلاك وأنت شغال كحد أدنى من الإضاءة. كذلك الجهاز التاني برضو الإضاءة ممكن بدل ما تمسك كشاف أو تمسك موبايل أثناء ما أنت شغال بالمالتي ميتر هتقدر تضيء الشغل بتاعك. هنطفي من هنا من زرار الهولد مستمر، وهنا زرار الباور سريع بالشكل ده. تعالوا مع بعض نشوف القياسات. القياسات زي ما حضراتكم شايفين في أربع قياسات بالأبيض والباقي بالأصفر. الأربع قياسات بالأبيض هم دول اللي بيعملوا على الأوتو مود، والأصفر ده حاجات مانيوال. أكتر خصائص بنستخدمها بتكون أوتو. تعالوا مع بعض نشوف. أولا في القياس التيار الاي سي، هنشوف هنا الاي سي، تيار الاي سي 222 فولت، والقراءة اللي في الأسفل الهيرتز 50 هيرتز. شوف الجهاز التاني 50 هيرتز. طيب بالنسبة ليه قياس التيار المستمر، معانا بطارية ليثيوم، أربعة واحد من عشرة، أربعة واحد من عشرة. ده قياس الجهد الـ AC والـ DC. طيب معانا بعد كده على وضع الأوتو الصافرة، نيجي هنا هنوصل. طبعا الصافرة بطيئة لأن بيتعرف على الوضع أو المود اللي أنت محتاجه، فهنا في توصيلية أو في شورت، فهو بيتعرف على وضع الصافرة أو وضع التوصيلية. زي ما حضراتكم شايفين، طيب هنا كمان وضع الصافرة، يعني ممكن يكون أسرع بقليل من الواحد وعشرين. طيب آخر حاجة معانا في الوضع الأوتو المقاومات، مقاومة 150 كيلو، 148 كيلو، كل ده احنا على وضع الأوتو 148 كيلو. طيب ده بالنسبة للمقاومات. إذا قسنا كل القياسات الأوتو. تعالوا مع بعض نغير ونشوف باقي القياسات. مثلا هنا هندوس سيلكت، ده الدي سي. طبعا بيكون القياس الأوتو بيكون أبطأ من القياس المانيوال، ودي ميزة الوضع المانيوال. هنا الصافرة، طبعا الصافرة هتكون أسرع بكتير من وضع الأوتو زي ما حضراتكم شايفين. الصافرة سريعة. اللي بتهمني في القياس، قياس الشورت على البوردة بيكون سريع، مختلف تماما عن الأوتو. تعالوا نقيس مع بعض. هنا ده وضع الدايود، ده وضع الصافرة برضو، سريع جدا برضو، سريع. طيب هنا وضع الدايود، ونجيب هنا وضع الدايود، في صافرة مع قراءة الدايود في الانحياز العكسي، مفيش أي قراءة أو صافرة. الجهاز التاني الانحياز العكسي، مفيش أي قراءة أو صافرة. الانحياز الأمامي قراءة وصافرة. تمام. القياسات اللي بعد كده المكثفات، هنجيب هنا المكثفات، نانو فراد ونانو فراد. هنشوف مكثف قيمته صغيرة جدا، شوف المكثف ده قيمة صغيرة، أربعة نانو فراد، أربعة نانو فراد.
طيب قيمة كبيرة، وهنشوف سرعة قياس المكثف ده 10,000 مايكرو فاراد. نشوف الجهاز التاني. يعني تقريبا نفس القراءة ونفس المدة. طيب بعد كده الصافرة جربناها والمقاومة والدايود الكتريك فيلد، هنا برضو الكتريك فيلد. تعال نشوف مع بعض سلك الكاوية. تمام. طيب تعال نشوف مع بعض اللايف، علامة اللايف اهي. طبعا في حالة قياس اللايف يفضل نشيل البروب السالب او الاسود ونقيس بالشكل ده. اللايف هنا نيوترال. طيب تعال نقيس الجهاز التاني كده، وضع اللايف، هنشيل البروب السالب ونقيس هنا نيوترال. اخر قياس هنقوم بتجربته هو قياس درجة الحرارة. هندوس على زرار سيلكت في موديل 122 بالشكل ده، هرتز درجة حرارة. هنا هندوس على زرار سيلكت برضو، هرتز درجة حرارة. هنوصل السيرموكيبل كده، وصلنا الكابلات الاثنين سنسور معانا. الجهاز ال 121 اعلى قليلا من الجهاز 122. درجة حرارة الجهاز نفسه 31 32، ودرجة حرارة السنسور هنا قاري 29 هنا قاري 30، يعني فرق درجة واحدة. تعالوا مع بعض نجرب ونشوف قياس السنسور. طبعا بيقيس حتى 1000 درجة مئوي. تعالوا نجرب نقيس درجة حرارة سن الكاوية الجهاز ده وده الجهاز التاني. تعال نوصلهم مع بعض ونشوف. تمام، دي كتجربة. وبقياس درجة الحرارة نكون خلصنا كل القياسات اللي موجودة في الجهازين. وليك الاختيار. أسعار الأجهزة في شركة لامباترونكس أسعار منافسة جدا. الجهاز 122 ب 1250 أنا شفته في مواقع تاني كان اعلى من كده في حدود 100 جنيه او 150 جنيه. الجهاز ال 121 بي شفته في حدود ال 1000 جنيه او عدى ال 1000 جنيه، موجود في شركه لامباترونكس ب 865 جنيه. روابط الشراء هسيبها لكم في الوصف وفي تعليق مثبت. اتمنى تدونا رايكم في التعليقات الافضل بالنسبه لك 122 او 121 بي، وتسيب لنا سبب اختيارك. اتمنى كل اللي استفاد من الفيديو النهارده يدعمنا بلايك واشتراك في القناة لو أول مرة تتابعنا، وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.